السادة الوزراء، السادات والسادة الحضور، بداية أود أن أعرب عن سعادتي بتواجدي اليوم في العاصمة الأرمينية بريفان كأول رئيس مصري يزور هذه المدينة الرائعة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي شهدت نمو 30 عاما على إنشائها في عام 1922، وهي الزيارة التي تعكس مدى الاهتمام والتقدير الذي تجنه مصر علاقاتها مع أرمينيا واهتمامها بتطويرها في مختلف المجالات امتدادا لعلاقات تاريخية لها خصوصيتها المتفردة على المستوى الشعبي تعود إلى استضافة مصر تاريخيا لعشرات الآلاف من الأرمن الذين سكنوا مصر وأسهموا إسهامات مقدرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، وكان لديهم الطيب الأثر في إسراء حياة المجتمع المصري.